اهلا بيكو، ازيكو؟ يا رب تكونوا بخير. معاكو شوشو من قناة بيتي. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا هنسيح مع بعض اللي هي الضاني. هنسيحها بطريقة حلوة قوي ونطلع منها القشيم بلون الذهبي الحلو، ما تكونش محروقة ولا زايد عليها سوا. هوريكو كل حاجة في الفيديو. في ناس بيقولوا عليها دهن وفي ناس بيقولوا عليها ليا، هي اسمها اللي هي الضاني. هنسيح ونسلي اللي الضاني مع بعض. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وشير للفيديو لكل اصدقائكم. اول حاجة هنبدأ نعملها، هنجيب كده القطاعة اللي هي بنقطع عليها اللحوم، واللي اهي بصوا احنا هنقطع حتة حتة منها عشان طبعا كبيرة. بصوا احنا هنقطع منها هنقطع منها كذا حتة وعلشان خاطر نسليها. وفي حتة انا قطعتها اهي، ديت هشيلها طبعا في الفريزر عشان لو حبيت اعمل كفتة اخد منها اللي هي ديت للكفتة، بتبقى حلوة قوي. لو حبيت اعمل حواوشي باخد منها، لو حبيت اشوي بتتشوي تبقى طعمها حلو جدا. طبعا انا هوريكم ازاي احفظها في كيس ثلاجة عادي. اهي في كيس ثلاجة عادي حطيت فيه اللي انا محتاجاها من غير ما اسليها اهي، وهشيلها في الفليزر عادي. بتفضل طول السنة ما بيجرلهاش اي حاجة، اعوز منها اطلعها تفك وباخد منها. اهم شيء اخرج من الكيس الهواء وبقفله اهو. دلوقتي هنبتدي نقطع اللي هي اهي، بصوا احنا هنقطعها مش قطع كبيرة عشان تتسلي وتتسلي على طول، ما تبقاش حتة كبيرة تاخد وقت في السلي وتطلع منها السمنة. احنا هنقطعها حتت وتكون برضو قد بعضيها علشان لما تيجي تسلي تبقى ايه، تسلي كلها وما تبقاش حتة تستوي في القشيم وحتة تبقى لسه ما استوتش. بصوا كده اهو، بصوا القطعة اهي كده حلوة قوي اهي. احنا هنقطع طبعا كل الكمية بتاعت اللي دي، بصوا زي ما وريتكم كده اهي. اهو زي ما انتم شايفين بتتقطع كده اهي، وسهلة قوي في تقطيعها، مش صعبة يعني، مش حاجة تتعبنا ولا حاجة. بصوا اهي، بصوا لونها ابيض بجد، بتبقى جميله قوي اللي ديت اهي زي ما انتم شايفين، جميله جميله. حتى لما بتتسيح بجد بتدينا سمنه حلوه قوي، بنعمل بيها محشي، نعمل بيها اي اكل اللي انتم حابينه. احنا طبعا اللي قطعناه اهي، كل اللي هنعمله هنفضي اللي كلها في حله، الحله تكون كبيره علشان اللي لما تسيح ما تفرش مننا وتقع من الحلة. بصوا اهي، بصوا كده قطعت كل اللي وطبعا ديت اللي في النص اللي هي بيبقى الديل اهو بتاع الخروف، وديت بتبقى زي هي عكاوي كده بتاعت الخروف بس بتبقى صغيرة. بصوا اهي، بصوا اهي ديت ممكن نعملها ببصل، بتبقى حلوة قوي وطعمها حلو مع حبة لحمة كمان هتبقى جميلة قوي اهي.
طبعا ديت هشيلها في الفريزر لما احب اعملها. ودوت كل اللي هي بتاعت الخروف اهي في قلب الحلة اهي، لما قطعتهم كلهم هنبدأ بقى في السلق. اللي هي زي ما قلت لكم قطعناها، كل اللي انا بعمله حطيتها على النار، مش هقلبها كتير، كل فترة هقلبها. بصوا اهي وهي بتسلي لوحدها، بس اهم شيء كل فترة اقلبها، ما سيبهاش من غير تقليب. بصوا انا عايزه اوريكم بس هي، بصوا الحله اهي لسه ما سالتش، هتشوفوها بعد كده اما تسلي. بصوا قلت لكم كل فتره بنقلبها، بصوا انا بقلبها كل فتره اهي. هي نزلت سالت السمنه بتاعتها خفيف اهي، لو انتوا شايفينها بصوا اهي لونها زي السمنه البلدي بالظبط. بصوا اهي ما بقلبهاش كتير، كل فترة بقلبها. اهي اللي هي زي ما انتوا شايفين بتسلي اهي، عايزة اوريكم بس اللون بتاعها جميل ازاي. بصوا مطلعه ايه، سمنه اهي. بصوا اهي، طبعا انا لما بتزيد عندي السمنه دي في الحله انا بنقصها في حله تانية لغايه ما القشيم ده كله يسلي خالص ويبقى لونه ذهبي، علشان السمنه اللي طلعت من الليه ما تتحرقش. يعني اهي هنقصها. بصوا اخرها بالطعميه، هنقصها في حله تانية اهي. بصوا زي ما قلت لكم اللون جميل قوي اهو، اكنها سمنه بلدي اهي. طبعا هي سخنه نخلي بالنا لانها بتبقى واخده درجه حراره عاليه جدا، غليان يعني اهي. نقصت خالص السمنه اللي سالت اهي من اللي هي. بصوا انا عايزه اوريها لكم اهي في حله تانيه. بصوا اهي هي طبعا سخنه، كل لما الليه ديت تسلي هاخد منها السمنه اللي اتسلت ديت اهي تحت وانقصها في حله تانيه، علشان السمنه اللي طالعه من الليه ديت ما تتحرقش، لغايه ما القشيم يصفي خالص كل الدهون اللي فيه ولونه يبقى دهبش. يعني انتوا بتحسوا انها بتقل دلوقتي، قطعه الليه بتقل شويه بشويه، بتنزل كل الدهون اللي فيها لغايه ما تنشف خالص، ما يبقاش فيها دهون. فطبعا علشان خاطر عقبال لما هي اللي تصفي كل الدهون اللي فيها، السمنه اللي طالعه مع الغليان هتدي لون غامق وتتحرق. انا مش عايزه اللون الغامق ده، انا عايزاها لونها كده حلو زي السمنه البلدي، فبصفي اللي بيطلع منها خالص في حله تانيه لغايه ما القشيم كله يتصفي. كده قربت اللون الذهبي اهو، يخش على القشيم، يخش على سوا. ده انا اللون الذهبي بس حاجه بسيطه، هي لسه طبعا زي ما انتم شايفين كده فيها دهون، فلسه عايزه تتسلي اكتر عشان تنزل طبعا السمنه بتاعتها. طبعا هي الحله كده ما فيهاش سمنه، عشان انا بنقص كل اللي بيسلي من الليه في حله تانية عشان ما تتحرقش، لغايه ما الليه دي كلها اللي هو الدهن ده يتسلي خالص ويبقاش فيه دهون، كده يبقى الليه تمام. انا حابه اوريكم كل خطوه. بقلبها بقى كده علشان تاخد اللون زي بعض. كده
كده قربت تاخد اللون الذهبي. نخلي بالنا بقى في الوقت ده عشان ما تتحرقش مننا، احنا عايزينها لونها بس يبقى ايه، ذهبي ذهبي غامق شويه، مش الذهبي الفاتح. شوفوا حتى القشيم نقص خالص ازاي، كان مالي الحله. فطبعا كل لما بيتصفى منه الدهن بصوا بيقل، يعني بصوا قطعه بقت حته صغيره قوي اهي. نقعد نقلب فيها كده بس علشان كله يبقى واخد اللون الذهبي. بصوا كده اديتنا اللون الذهبي حلو قوي. انا هطفي عليها كده اهي علشان ما تتحرقش. بصوا اهي كده اللون ده حلو قوي، كفايه قوي. ناخد بالنا انا طبعا مصفيه كل السمنه اللي نزلت منها علشان ما تتحرقش زي ما قلت لكم. كده انا هطفي عليها. اللي هي بعد ما سالت وبردت ووريتكم ازاي بتتسلي، بجد طالعه جميله جدا زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اللون حلو قوي، اكنها زي السمنه البلدي بالظبط. وده القشيم بتاعها باللون الذهبي الجميل اهو. طبعا هي بردت وانا فضيتها في البرطمانات اهي. بجد بتبقى حلوه زي السمنه البلدي، وما بتبرد بترمل كده وتبقى لونها ابيض وزي لون السمنه بالظبط. هي طبعا لسه ما جمدتش عشان انا لسه مفضيها، بس بجد بتبقى حلوه قوي. الطريقه سهله وما خدتش وقت معانا، والقشيم اهو زي ما انتم شايفين ذهبي وجميل. ممكن القشيم ده بنحطه في المحشي بيبقى طعمه حلو قوي، واللي هي برضو. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، وتشيروا الفيديو لكل اصدقائكم، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوف القناة، وتضغط على زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد اهو. باي باي.